السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم دائما في سلسلة الحلويات السهلة وسريعة التحضير نقدم لكم حلوى بجوز الهند أو نواة كوكو وعصير البرتقال. حلوى رائعة المذاق وسهلة التحضير كما قلت. أترككم مع طريقة التحضير وفرجة ممتعة. لتحضير هذا الحلوى نحتاج إلى جوز الهند أو نواة كوكو غابي، احتاج الى صفار البيض، مبشور برتقالة، عصير برتقال، سكر ناعم، سكر فانيلا، واحتاج اخيرا الى الشوكولا. ابدأ في التحضير. نوضع جوز الهند، اي نخلط المواد الجافة، نضيف السكر الناعم، دائما نغربلو، هذه المواد تنخل دائما. نضيف السكر السكر فانيلا ونخلط المواد الجافة. كانت إحدى متتبعات مطبخ سلسابيل طلبت على غاطو نواد كوكو ويكون فيه كمية كبيرة من نواد كوكو. هذا من أنواع الحلويات تاع نواد كوكو اللي تجي رائعة المذاق. الآن نضيف جون ديف، مبشور البرتقال، نخلطوا هاد المواد. ونضيفوا العصير، اخيرا نضيفوا العصير. الان استعمل اليد ونضيفوا العصير ونخلطوا حتى نتحصل على قوام متماسك. نقدر نشكلوها، هنا نقدر نزيد كمية عصير البرتقال. هكذا خصنا يجي يتشكل. ها الا شفناها ما تشكلتناش، هكذا نزيدو عصير البرتقال، نعملو على خشنا، نعملو اصابع. هنا نضيفو لها نصف بياض بيضه باش هكذا تقعد متماسكه، خاصه المبتدئات باش ما ينحلهمش الكاطو. نضيفو نصف بياض بيضه هكذا باش يتماسك. نفرشو صينيه بورق الزبده ونشكلو هكذا قضبان من الحلوى من خليط جوز الهند اللي كنا خلطناه، ونوضعوهم هكذا ونسخنو الفرن على درجه 180 درجه مئويه. كي نكملو ندخلوه يطيب لمده من 10 دقائق الى 15 دقيقه. بعد ما شكلت كل الحلوى الان نطحيها في الفرن، طيب قلت لمده 10 الى 15 دقيقه. بعد ما اخذ الكاطو اللون الذهبي مده الطهي كانت 10 دقائق. الان نعملو الشوكولا تذوب على حمام مائي باش نغلاصيوه. الان نغلاصيو حبات الحلوى، نديحيو الحبه في الشوكولا، ذوبناها في حمام مائي بواسطه فرشيطه او شوكه هكذا، نحيوها ونوضعوها على الورق اللي كنا طيبناه فيه. نوضعوها تنشف ونواصلوا تنكملوا كاع الكميه اللي راه عندنا. هنا الشيكولا ضفنا لها ملعقتين من الحليب باش تعطينا داك اللمعان. بعد ما نشفت الشوكولا السوداء ذوبت الشوكولا البيضاء ونعملوا هكذا دي زيكزاك كلمسه اخيره ونخليوها تنشف، نعملوه في دي كاسات. هذا هو الشكل النهائي لحلوى جوز الهند. أتمنى أن تعجبكم الوصفة وتجربوها، وإلى فيديو قادم إن شاء الله مع وصفة جديدة.